وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك فندم، تشرفنا. أهلا بحضرتك. من المفترض أن الجلسة المتعلقة بأولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام أن تعقد في الغد بإذن الله. ما التوقعات فيما يتعلق بهذه الجلسة وأبرز المقترحات؟ الحقيقه زي ما سعادتك اتفضلتي، هي بكره الجلسه المرتبطه بالاستثمارات العامه، والاستثمارات العامه هي الاستثمارات اللي الحكومه بتقوم بيها، ودي اللجنه اللي منوط بيها اعاده هذه الهيكله وضبط اولوياتها، بمعنى ان احنا نتوسع في المشروعات ذات الاولويه التي تثير الحقيقه حمايه اجتماعيه مرتبطه بالمواطن المصري، وفي ذات الوقت نفتح المجال ونطرق الانشطه اللي ممكن القطاع الخاص يقوم بيها عشان يقوم بدوره في عائله التنميه ويدفع المجتمع للامام. هنتكلم عن الهيئات الاقتصادية العامة ومدى جدواها، وهل تحقق الإيرادات المطلوبة منها من عدمه، وهل هناك إعادة هيكلة لبعض منها أو لجزء منها أو لا. هنتكلم على الهيئات العامة الخدمية، وهل هذه المرافق تقوم بتأديت الخدمات وفقا لما يطلبه المواطن أو مدى عدم، يعني عذرا على المقاطعة، لكن عندما نتحدث عن أولويات الاستثمارات العامة ماذا تعني هذه العبارة؟ أولويات الاستثمارات العامة يعني إحنا هنشتغل في إيه بالتحديد كدولة، نتوسع في إيه الأنشطة اللي إحنا هتفضل الدولة تتوسع فيها عشان تكافح أو تهاجم أو تواجه هذه الزيادة السكانية الكبيرة، وفي نفس الوقت ما هي الاستثمارات اللي لازم نقف عندها، خلاص ما تبقاش بقى الدولة ما تتوسعش فيها ونترك هذه الأنشطة للقطاع الخاص عشان يبتدي يعني نفسح المجال قدامه. مثل أي الأمور يا فندم؟ يعني مثلا سيادتي كنا بنتكلم على القطاع السياحي، مثلا سوف يتم ترك جزء كبير منه للشركات الخاصة، قطاع النقل هناك جزء كبير منه هيروح للقطاع الخاص، اما مثلا فيما يرتبط بالزراعه وتامين المؤن الاساسيه للمواطن، طبعا احنا الدوله الى مزيد من هذه الاستثمارات، البنيه التحتيه، مين المستثمر اللي هيخش في قطاع البنيه التحتيه وما بيحققلوش اي عائد، يعني نتركها طبعا. طب عذرا على المقاطعه مره اخرى، لكن قبل ان نترك هذه النقاط، يعني حضرتك بتقول ان لا تكون استثمارات عامه فيما يتعلق بالقطاع السياحي او في ما يتعلق بالنقل، او ان يكون جزء كبير هو قطاع خاص، اليس هذا هو الواقع في الوقت الحالي؟ لا، الحقيقه الواقع في الوقت الحالي ان في جزء كبير جدا من هذه الانشطه بالتحديد الدوله شريك فيها بارقام، خصوصا في السياحه يعني تحديدا، وفي السياحه كمان فعلا في ارقام كبيره جدا، احنا محتاجين الدوله تبتدي تكثف جهودها في انشطه اخرى ما بتضرش عائد القطاع الخاص، ما بيروحلهاش، مش منطقه جذب بالنسبه للقطاع الخاص. القطاع الخاص انت عارفه ان هو هادف الريحه بشكل اولي، والدوله على النقيض من ذلك تؤمن احتياجات المواطن. فاحنا هنقدر نزود رصيد الدوله في الاستثمارات اللي بتخص المواطن، ونقلل رصيد الدوله في الاستثمارات اللي فيها ارباح، لان تبقى القطاع الخاص يحقق فيها عوائد ويشغل بطاله ويدفع عجل التنميه. نعم، هذه هي الفكره بشكل عام، لكن دعنا نتحدث بشكل اكثر تفصيلا. بما ان حركة ديت مثل للسياحه والنقل، دعنا نتوقف عند نقطه السياحه تحديدا. السياحه حضرتك بتقول ان يكون الاستثمارات الاكبر فيها هي للقطاع الخاص، ما الوضع الحالي؟ الوضع الحالي ان الدوله الحقيقه بتنفق العديد من الاستثمارات بارقام ضخمه جدا في بناء منشات سياحيه في مناطق معينه، تهيئه البيئه السياحيه بشكل عام، الدوله هتستمر في نشر الثقافه والوعي السياحي، اما تدريب العاملين في قطاع السياحه الحقيقه هيبقى مرتبط اكتر بالقطاع الخاص، ده جزء كبير جدا من الاستثمارات بينفق فيه. المنشات اللي احنا محتاجين نضعفها عشان قدر نستقبل عدد سياح اكبر، يعني الحقيقه حققنا السنه دي 10 مليون سائح، احنا المستهدف 30 مليون حسب رؤيه 2030، هذه المنشات محتاجه تتضاعف، هذه مضاعفه لا بد انها تترك للقطاع الخاص، اللي عايز يعمل فندق يعمل، اللي عايز يعمل فندق 5 نجوم او 4 او 3 يعمل، نسيت للقطاع الخاص هو يقدر يدير هذا الملف بشكل افضل. نعم، هذه وجهة نظر حضرتك بالتأكيد. طيب، هذا فيما يتعلق بأولويات الاستثمارات العامة. إدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، ما الجديد أيضا أو المقترحات المتوقعة فيما يتعلق بهذه النقطة؟ الحقيقة كان في حوالي 32 شركة كانوا مطروحين للاستثمار في البورصة، احنا هنشوف ما هي المعوقات اللي هي خلت الحاجة عملية دي تتأخر. هنتكلم على صندوق مصر السيادي برضو، وهنشوف دوره ان هو صندوق الحياه مهم جدا، وهيخلصنا من البيروقراطيه الشديده جدا في التعامل مع ملف وصول الدوله بالتحديد، ومن هنا هنقدر نقول ان احنا هنقدر نتحرك بعيدا عن البيروقراطيه الشديده، فبنحول جزء من وصول الدوله لهذا الصندوق اللي بيديره مجموعه كبيره من الخبراء عشان يبقى فيه عائد اكبر، ونقدر نعظم العائد على استثمارات على اصول الدوله. نعم، النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، جزيل الشكر لحضرتك.